برنامجكم الأسبوعي برنامج رؤيتي. كما عودناكم في كل أسبوع نستضيف لكم خيرة من دولة الإمارات. قصة نجاح أسدنا من الأردن إلى الإمارات منذ عام 1995. ضيفنا لهذا الأسبوع السيد المحترم محمد شخاترة. السيد المحترم محمد يسعد مساك. أهلا وسهلا. بداية يسعدني أنا ماجدة مقدمة البرنامج وأسرة برنامج رؤيتي أن نقدم الشكر والامتنان لسعادتكم لتكونوا أحد أهم ضيوف برنامجنا. السؤال الأول، ممكن تعرفنا بشخصك الكريم مستر محمد؟ بداية أهلا وسهلا، الشكر الجزيل على اعتبارنا من الأشخاص اللي فعلا أدينا شيء بالإمارات إن شاء الله. بالنسبة لأنا اسمي محمد شخاترة، أوكي، متواجد بدولة الإمارات من 1995. فخلال الفترة هاي 25 سنة تكونت الخبرة البنكية ولله الحمد والإكسبوجر تبعنا بالفاينانشال إندستري. بعدها يعني قررت أني أفتح شركة خاصة، أوكي، اللي هي مجالها الخدمات المالية، اللي فعليا بتقدم خدمات مبتكرة، أوكي، للكلاينتس اللي موجودين سواء الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، اللي هي اسمها MRF Financial Brokers. MRF Financial Brokers تأسست تقريبا من فترة 3 سنوات، أوكي. الكور تبعنا اللي هو احنا presenting أو منمثل عدد من البنوك المحلية بالإضافة عدد من البنوك الأوروبية. مهمتنا الاستشارات المالية بشكل رئيسي، أوكي، بحيث أنه نساعد العملاء الموجودين، أوكي، سواء العميل اللي عنده مشاكل مالية، بحيث أنه نساعده بعملية إعادة الهيكلة للمطلبات المالية اللي عنده، من خلالها طبعا من خلال علاقاتنا بالبنوك المحلية والخارجية احنا بنأمن الفاينانشال سوليوشن أو الحلول المالية المبتكرة اللي ممكن تناسب حاجته. عندنا مجموعة من الشركات بالإضافة لـ MRF Financial Brokers. احنا عندنا MRCB اللي هي فعلا Commercial Broker، بالإضافة لافتتاح شركة جديدة اللي هي ARM Investment اللي راح تمثل الشركات مجتمعة، بحيث انه بنحاول عن نقدم الحلول المالية مبتكرة بطريقة كرياتيف أكثر من هيك، بحيث انها تفيد السوق المحلي بشيء أحسن. مستر محمد، لماذا اختار دولة الإمارات العربية المتحدة؟ اختار دولة الإمارات العربية المتحدة لأنه الإمارات معروفة أنها عبارة عن من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وبعض الدول الأوروبية من حيث التطور والتوسع، هاي واحد. الشغلة الثانية، الإمارات هي انترناشنال، فبالتالي السكوب تبعها واسع جدا، فمن دبي احنا بنحكي مع العالم. وبالإضافة طبعا أنه يعني أي واحد بتمنى يكون بدولة عربية زي الإمارات لما يتواجد من دعم، سواء من الشيوخ الموجودين أو من المؤسسات الحكومية أو من البنك المركزي أو من البنوك، فبالتالي هو سوق غني بالنسبة لنا. وبالنهاية احنا بهمنا أنه نخدم في دولة شرق أوسط. مستر محمد، هل أثرت عليك جائحة كورونا ولماذا؟ هو فعليا جائحة كورونا أثرت على العالم بشكل كامل، أوكي، أثرت فعليا، توقفت العمل لفترة، لكن وبحمد الله وبدعم البنك المركزي وبدعم الحكومة بالإمارات اتجاوزناها بكل سلاسة، أوكي، مع الإجراءات المتبعة ومع التباعد الاجتماعي اللي احنا بنعمله. احنا مش عم نحس بكورونا فعليا، مع العلم انها لازالت موجودة، لكن الجهات الطبية ماخذة عنايتها الفائقة. محمد، ما هي التحديات التي واجهتك خلال مسيرتك كصاحب عمل خاص وكيف كنت بحلها ومواجهتها؟ هلا اي شخص بكون اشتغل لفتره 25 سنه بمؤسسات وببنوك موجوده بالدوله، فاول ما فتحت الشركات طبعا كانت المشكله دائما مشكله اي شخص مبتدئ هي المشكله الماديه، اوكي، لكن الحمد لله رب العالمين، يعني احنا طلعنا بلشنا شركتنا وإحنا عنا قاعدة عملاء محتملة، فبالتالي القاعدة العملاء المحتملة كانت مبنية على الثقة اللي موجودة فينا ولله الحمد، تقدرنا نتواصل معهم يعني نثبت جدارتنا بالعمل، ومن خلالها بلشنا نتجاوز العقبات المالية، وبالإضافة طبعا المنافسة موجودة، لكن ولله الحمد الدائرة الاقتصادية والجهات الحكومية هون مراقبة المنافسة بشكل كبير، فبالتالي ما أثرت علينا كثير، أوكي، وكانت منافسة شريفة وتجاوزناها ولله الحمد. محمد، في حياتك العملية هناك أشخاص دعموك في نجاحك، هل من شخص محدد تريد توجه له الشكر الخاص؟ والله بصراحة الأشخاص كثر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فبالتالي لا، في أشخاص كثير كان لهم علاقة بنجاحي، لكن بصراحة لا يستحضرني أي اسم حاليا، لكن الشكر الرئيسي موجه
لحكام دولة الإمارات وللجهات الحكومية بدولة الإمارات ولمتخذين القرار بدولة الإمارات، لأنه فعليا أي نجاح فهو ما يعني بيكون احنا مدعومين بقرارات الحكومة وبتسهيلات الحكومة وبدعم الحكومة فعليا. أستاذ محمد، في حياتك العملية كان هناك أشخاص دعموك في نجاحك، هل من شخص محدد تريد توجيه شكر خاص له؟ والله بحب أحكي أنه الأشخاص كثر بمسيرة نجاح أي شخص، لكن بالمقابل الأكيد أنه زوجتي هي شريكة حياتي فعليا، واللي كانت خلفي ودعمتني بخلال المسيرة كاملة، ويعني كانت خير السند والصديق، فشكري موجه لها بشكل رئيسي. الله يخليك يا عيارة. مستر محمد، كيف هي علاقتك بموظفك وكيف تحافظ على هاي العلاقة؟ علاقتنا بموظفينا احنا علاقة تشاركية، يعني احنا فعليا ما يعني من خلال وجودكم بالشركة انتم بتلاحظوا انه ما في رئيس ومرؤوس، احنا بنرفض عملية الرئيس والمرؤوس، كلنا شركاء، مجموعة شباب بنحاول نعمل شيء، بنحاول ننتج شيء، بنحاول ننجز شيء، فبالتالي كل شخص بالفريق عندنا هو عبارة عن مالك لهذه الشركة، وهذا احنا اشي بنفتخر فيه واللي احنا بنعتبره الولاء المطلق للأعمال، فبالتالي احنا الاهتمام الرئيسي تبعنا العميل تبعنا وليس كيف نتعامل من الشركة، احنا كلنا فعليا مجموعة من الشباب وبنحاول نعمل شيء كشراكة. أستاذ محمد، ما هي مشاريعك المستقبلية للشركة؟ مشاريعنا المستقبلية للشركة بصراحة انه احنا بنحاول انه نزيد السكوب تبعنا او مدى مجال الأعمال تبعنا، بحيث انه بدنا نتطور من الأفراد والمؤسسات الصغيرة الى المؤسسات المتوسطة والكبيرة. طبعا بفضل شركات جديدة صارت عندنا ولله الحمد مع مستثمرين ومع جهات عندها اهتمام انها استثمارات الجنوين انفستمنت تكون قائمة، وحاليا عم نطور الاعمال، ولذلك زي ما حكيت ببداية اللقاء انه اسسنا شركتنا الجديدة اللي هي ارم انفستمنت، اللي هي راح تمثل الكيان بالكامل باذن الله تعالى، الكيان الاعمال تبعنا، ومنها راح ننطلق وراح نتوسع باعمالنا باذن الله. أستاذ محمد، ماذا تقدم نصيحة للشباب المقبل على العمل على إنشاء مشروع جديد في دولة الإمارات؟ كأي شخص من مكاني بحكي أنه مجال الأعمال بالإمارات أنا بوجهة نظري الشخصية هو من أفضل وأغنى البيئات بدولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء أعمال، لأنه الدعم بيجي من كل الجهات فعليا، فبالتالي أنا أي شاب حاب يقبل على انه ينشئ عمل خاص فيه انا بنصحه بعدم التردد، لكن طبعا الاكيد انه الدراسه الوافيه للمشروع قبل البدء فيه هاي شغله ضروريه، والحسابات يعني هاي برضه من الاشياء اللي الواحد لازم يدير باله عليها حتى يتم الاستمرار بالعمل، لكن بالنهايه الامارات العربيه المتحده من الدول اللي فعلا تدعم الناشئين بالاعمال، لذلك فعلا بشجع اي شخص يبدا عمل. محمد، ما هي توقعاتك بالنسبة لإكسبو 2021 وكيف يمكن أن تؤثر على مجال عملك؟ إكسبو 2021 هي من الأشياء إحنا كوننا من نعتبر حالنا من أهل الإمارات وسكان الإمارات من فترة طويلة ونشعر بالفضل، فبالتالي لا، إكسبو هو من أنجح المشاريع اللي راح تقوم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وإحنا بإذن الله تعالى يتم إنه يبدأ ب 2021 كما كان يعني كما تم التخطيط له. الأعمال راح تتطور بشكل كبير، أوكي، الحاجة للمنتجات والحاجة للخدمات راح تزيد، فبالتالي احنا متوقعين انه زي ما بحكوها نهضة اقتصادية قبل وبعد إكسبو بإذن الله تعالى. مستر محمد، كلمة شكر لدولة الإمارات والقائمين عليها لنعمة الأمن والأمان. طبعا احنا اذا بدنا نشكر يعني ما راح نقدر نشكر اكثر من شيوخ الامارات والقائمين عليها ومتخذين القرار فيها، وكل اللي بنتمناه انه احنا نكون فعلا عضو فاعل بالاقتصاد الاماراتي وعضو فاعل بالمجتمع الاماراتي، ونقدر نرد الجميل اللي دولة الامارات اعطتنا اياه باحتضاننا فعليا بكل مصداقية. في بعض احيان احنا بنعتبر دولة الامارات هي دولتنا الثانية، وفي بعض في احيان اخرى ممكن تكون دولتنا الاولى، لانه احنا مقيمين هون وبامن وامان، والله يطول عمر الشيوخ ان شاء الله رب العالمين. ختاما، نحن اسره برنامج رؤيتي نود ان نرحب مره اخرى بضيفنا لهذا الاسبوع السيد محمد الخضرة صاحب شركه انرف فينانشال بروكرز. سيد محمد، شكرا جزيلا على استضافتكم الرائعه. شكرا جزيلا، وشكر موصول لكم، وشكرا لاهتمامكم بالاعمال في دوله الامارات، وان شاء الله رب العالمين نكون عندكم.